بس بفضل من الله تعالى ورح نجي نسجل شكر بنفس المكان اللي الساقط اللي حاول يهرب كتاب الله. رح نسجد سجل شكر لله تعالى. جمعنا 2.5 مليون بفضل من الله تعالى. سجل شكر هون بنفس المكان اللي افتعل فعلته النجسي القذرة. الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر يا رب، الحمد لله. هون الحمد لله والشكر. هذا المكان اللي احترق في القرآن، وهذا المكان عشان يعرف بهذا المكان احنا بنعمر مسجد. من هون بنطلع بمساجدنا، من هون بنطلع بكتبنا، والحمد لله والشكر وفضل الله ثم فضلكم انتم الموجودين. لكل شخص عنده غيرة على دينه، لكل شخص عم ينصر دينه، سجلوا هاي الشاشة يا اخوان، سجلوها وانشروها بكل مكان. سجلوا الشاشة وانشروها بكل مكان. هاي سجدة شكر لله تعالى. اوكي، بهذا المكان اللي احترق في القرآن رح نسجل سجدة شكر لله تعالى بجمع 2.5 مليون كرون لاعمار مسجد في مدينة يونغبي باذن الله تعالى. يلا يا اخوان جاهزين؟ جاهزين. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان. يلا يا اخوان. يا الله. اللهم لك الحمد يا الله. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. أحمدك ربي وأشكرك على كل شيء وهبته للمسلمين من غير حول منا ولا قوة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، إنك فرحت قلوب مسلمين.